مرحبا وتحياتي معكم آدم من ديلوكس موبل. فيديو اليوم رح نحكي عن المعرض بشكل عام وعن الخدمات اللي نحن نوفر لها للزبائن. مفاجأة كتير حلوة بنهاية الفيديو، خليكن معنا. خلينا نساوي مع بعض جولة سريعة بفرعنا بهانوفر. مثل ما ملاحظين في عنا غرف نوم وفي عنا طقومة كنبايات. طبعاً بالنسبة للغرف الصفرة كمان والكراسي والكنبايات القماش والألوان حسب الرغبة انتو بتختاروها. بالنسبة لغرف النوم في موديلات كتيرة، بس الشغلة اللي كتير مهمة هي قياسات الغرف. طبعاً مثل ما ملاحظين طقومة الكلاسيكي اللي انا كتير 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 بحبها وبعتني بالزباين اللي بيجوا بينقوا طقوم الكلاسيكية. طبعا طقوم الكلاسيكية الى قياسات خاصة، كلها شغل ايد، الشطوف اللي هو القماش والوان الهيكل اللي هو الخشب كمان حسب الرغبة وكله شغل ايد. مثل ما شفتوا بالانترو قلنا اقسام كثيرة، قسم لغرف النوم، قسم لغرف العادة، وقسم للاطفال. رح نطرق بفيديوهات جاي ان شاء الله لكل قسم بحاله. رح نحكي عن التفاصيل، رح نحكي عن كيف تنقصوا الالوان، المشاكل، واهم شيء كيف تحافظوا عن الموبيليا من ناحية التنظيف والمشاكل اللي واحد بيتواجهها بالمستقبل. طبعا انا هلا متواجد بمدينة هانوفر، في إلنا فرعين تانين كمان ببرلين، رح نسوي فيديوهات هنيك كمان. طبعا مثل ما ملاحظين في كتير اكسسوارات اللي هي كمين، كاسات، اللي متعلقة كمان بالديكوراسيون. واكيد اكيد كمان في عندنا قعدات عربيه، مجالس عربيه، كمان حسب الطلب، كمان حسب الالوان، وكمان في اكسسوارات كثيره كثيره متعلقه بالاورينتالش اللي هن كيف بدي اقول لكم اياها، اغراض شرقيه. هون بكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتشكر على المتابعة، وبتشكر أكيد يوسف وروني صاحبين جروب لوكس دورا. طبعا أكيد العرض اللي كنت رح أحكي عنه هو إذا رحتوا من طرف لوكس موبل سويتوا جلسة تصوير، إن كانت عيد ميلاد، عرس، أو كليب، أو فوتو شوتينج، رح تاخذوا من عندنا خصم. أو إذا سويتوا عند لوكس دورا فوتو شوتينج وإجيتوا من طرفهم رح تاخذوا من عندنا، إذا بكون أغراض بعد العرس مثلا، رح تاخذوا من عنا أكيد خصم. أكيد للاستفسارات وللأسئلة في عنا صفحة على الانستغرام، على الفيسبوك، أو رح أكتب لكم كمان رقم الواتساب تتواصلوا معي بشكل شخصي. إذا في عندكم أسئلة من ناحية الأسعار، ناحية الدفع، ناحية الشحن داخل ألمانيا أو خارج ألمانيا، رح تتواصلوا معي بشكل شخصي، رح أكتب لكم إياها بالوصف بالفيديو.